مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مجددا. أوضح تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مؤخرا أن 95% من الأسر المصرية تعيش في مستويات متدنية، بينما تعيش 4.3 من الأسر في مستوى معيشي مرتفع. وأوضح التقرير أن 9.4 من الأسر لا يزيد متوسط إنفاقها السنوي عن 10,000 جنيه، بينما يصل إنفاق 25% من الأسر إلى أكثر من 15,000 جنيه. في السياق ذاته قال تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، قال إن متوسط الإنفاق الشهري للمواطن المصري بلغ 481 جنيها. كما كشف التقرير الذي يعنى بمناحي الحياة اليومية، كشف عن تراجع معدلات الزواج وارتفاع حالات الطلاق خلال العام الماضي. في محاولة لقراءة أبرز الأرقام الواردة في هذا التقرير، ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور عبد الخالق فاروق، مدير مركز النيل للدراسات الاستراتيجية. مرحبا بالدكتور عبد الخالق. دكتور عبد الخالق، يعني أبدأ معك بتعليق عن ما جاء في هذا التقرير. أولا، هو جهد مشكور من جانب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو المعني بعمليات دورية كل عدة سنوات، كل 3 سنوات تقريبا، فيما يسمى مسوح الدخل والإنفاق والاستهلاك للأسر المصرية. وهذا المسح بيقوم على أساس منهجي معين قائم على تقسيم الجمهورية إلى حوالي 2400 منطقة من الناحية الديموغرافية تتساوى فيها السكان، وبالتالي يؤخذ العينة من هذه القطاعات مختلفة وتقسم على 10 مجموعات زي نوع السكن مثلا، وده بأرض بيقسم داخليا، عدد الغرف في المسكن، متوسط عدد الأفراد، فئات الدخل، حجم الأسرة، سن رب الأسرة، الحالة الزواجية لرب الأسرة، الحالة التعليمية، الحالة العملية، بيشتغل ولا ما بيشتغلش، وبيشتغل لحسابه إلى آخره. أيضا بيشتغل في أي قطاع من قطاعات الدولة، هل هو في القطاع العام أو القطاع الخاص أو كذا. وبناء عليه هذه النتائج إلى حد ما تأتي مقاربة للواقع، لكنها الحقيقة بتغفل مجموعة من العناصر. أول عنصر أنه هناك تغيرات اقتصادية واجتماعية طرأت على المجتمع المصري على مدار 20 سنة الأخيرة لا تؤخذ في عين الاعتبار. على سبيل المثال، ما يسمى دخول الظل، شادون كام، يعني دخول الظل لا تؤخذ كعنصر من العناصر، خاصة أنه العينة التي يجري الحصول على المعلومات منها معروف أنه حريصة في معظمها على عدم الإفصاح حقيقة على حجم الدخل الحقيقي، خاصة إذا كان جزء منه بيأتي بطريقة غير مقررة قانونا، سواء كانت يعني أخلاقيا مقبولة أنه يعمل عمل آخر غير عمل الحكومي أو كذا. كمان عنصر جديد، وهو أموال الفساد ومن عمولات ورشا وكذا، دي أيضا عنصر من عناصر الدخول، وبالتالي عنصر من عناصر الإنفاق، ولا يفصح عنها من جانب عدد كبير من الناس. أيضا يؤخذ على تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أنه بيعتمد في النهاية على المتوسطات الحسابية، والمتوسطات الحسابية عادة كل الاقتصاديين استقروا على أنها تظلم غالبا الفئات الدنيا لصالح الفئات العليا. يعني لو حضرتك دخلك 10,000 جنيه وأنا دخلي 1000 جنيه، الاثنين مقسوما على 2 يساوي انه 5.5 متوسط، 5,500 متوسط داخلين احنا الاثنين، وبالتالي بيظلم الفئات الدنيا ولا يعكس حقيقه طبيعه شرائح الدخول. طب حتى مع الاخذ في الاعتبار دكتور عبد الخالق، يعني ما تقوله، ولكن في النهايه يعني لا. الارقام تثير التخوفات، يعني 95% من الاسر المصريه تعيش في مستويات متدنية، يعني حتى إذا قررنا هذه الأرقام ربما بالأرقام التي تخرج من الأمم المتحدة، فنجد هذا التقرير يثير الكثير من التخوفات حتى مع الأرقام عن الأمية في مصر وعن معدل الفقر في مصر. صحيح، لأنه كمان المجتمع يعني النتائج اللي ظهرت في مسوح الدخل والإنفاق والاستهلاك اللي قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء منذ عدة سنوات، كانت النتائج مختلفة عن هذه النتائج الأخيرة، بسبب أنه كلما زاد معدل التضخم وارتفاع الأسعار، فئات جديدة دخلت إلى حيز العوز الاقتصادي، وبالتالي تشوهات الدخول
والإنفاق أيضا بتنعكس، وبالتالي هذه النتائج الجديدة تعكس مستوى من التدهور اللي طرأ على دخول الأسر المصرية وعلى معدلات استهلاكها. كلما زاد معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، مستويات الدخول اللي كانت بتحقق قبل كده ما بقتش قادرة على تلبية نفس الاحتياجات الخاصة بالأسر المصرية، وبالتالي معدلات الفقر بتزيد مش بتتحسن في حالها. نعم. طب دكتور عبد الخالق سأعود إليك، ولكن يعني اسمح لي أيضا نتعرف على آراء المواطنين حول متوسط الإنفاق الشهري الذي تضمنه تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والبالغ 481 جنيه للفرد. بس كنت عايز اخد راي حضرتك ان هو بيقول جهاز مركزي المحاسبات كان بيقول ان متوسط دخل الفرد في مصر 481 جنيه، هل ده متناسب مع امكانيات حضرتك مثلا والمصروف مصرفها؟ حضرتك انا الاسره بتاعتي 5 افراد يوميا مش اقل من 70، يعني اقل حاجه 70 جنيه بيتصرف كل يوم. ف يعني انا واحد من الناس طالع معاش على 600 جنيه ما بيعملوش حاجه، يعني بننتظر من السنة للسنة للعشرة في المية والخمسة في المية اللي هم طبعا بيعملوها، فما بيناسبش الأسرة حتى لو 1500 مش هيعملوا حاجة كمان. هل شايف ان هو المشكلة في الإنفاق ولا في الدخل ولا في الاثنين ولا في ايه بالظبط؟ المشكلة في الأسعار بتزيد والمرتبات ثابتة بتتحرك 5% يعني 10 حوالي 60 جنيه كل سنه ما يعملوش حاجه طبعا. العفو. عايز اخد راي حضرتك، كان جهاز مركزي المحاسبات بيقول ان متوسط دخل الفرد، قصدي متوسط انفاق الفرد بيبقى حوالي 481 جنيه، هو ده متناسب معاك؟ لا مش متناسب طبعا. ليه بقى؟ هقول لك انا دلوقتي الاسعار لو انت زودتني فلوس مثلا، انا قبضت مرتب كويس وفي زياده حلوه قوي ان انا خدت الزياده دي 5% 6% 10% مش مشكله زي بعض، عشان اجي اصرف انا بقى واروح البيت عشان خاطر اروح اجيب مثلا لعيالي فرخه بس صغيره، معلش في هذا اللفظ يعني، عشان اروح اجيب لعيالي فرخه واجيب شويه خضار واجيب بس واقل خضار، مش اقول لك خضار كامل لا اقل خضار، اروح اجيب بكام؟ اجيب الفرخه النهارده عشان اروح اشتريها الكيلو ب 28 جنيه، ب 28 جنيه الكيلو، اللي كان بكام؟ كان ب 13 و12 جنيه، ويمكن حضرتك لاحظت بالكلام ده. لا 13 كنا بنجيبها ب 13 ونص كمان. دلوقتي بقت ب 23 جنيه، والبلدي بقت ب 40 جنيه، طيب عشان انا اروح اجيب فرخه كيلو، خلينا في كيلو ونص، اجيب كيلو ونص، فرخه كيلو ونص هتتكلف كام؟ وعشان اجيب كوسه وفاصوليا ولا اجيب رز ولا نص كيلو رز وفاصوليا ومش عارف ايه والكلام من ده كله وخضار، وبعد كده اقف في طابور العيش عشان اجيب الدعم، ما الاقيش دعم اروح اجيب من ابو نص جنيه، اخد ايه. بس باخد راي حضرتك في يعني هل متوسط انفاقك متوازن مع اللي بتصرفه ولا لا؟ انت بتصرفه في اليوم قد اللي انت بتقبضه ولا لا؟ لا طبعا مش مناسب طبعا، لان النهارده المرتبات تعبانه جدا، خد بالك بالنسبه لغلاء الاسعار، بالنسبه للحاجات اللي موجوده في البلد، انت كل حاجه النهارده مش رخيصه، اسعار متفاوته جدا. طبعا المرتب الواحد بياخده ما بيكفيش حاجه خالص نهائي، يعني حتى ما يكفكش اي حاجه. تخيل ان مثلا ان عيله مكونه مثلا من اقل حاجه 4 افراد، زوج وزوجه وطفلين، هيكفيهم ايه؟ هيكفي دروس للاولاد؟ هيكفي اكل وشرب ومصاريف؟ التقرير كان بيقول ان هو الفرد متوسط انفاقه الواحد 481 جنيه في الشهر، هل ده حقيقي؟ لا طبعا، يعني المفروض ان هو يوصل 480. هو ده اللي بيتصرف يعني؟ لا في مرتبات اكتر من كده، بس ما برضه مش معدل الانفاق هو الشخص الواحد بياخد اكتر من 481 جنيه في اليوم؟ لا في الشهر. لا طبعا مش حقيقي، في ناس بتاخد مرتبات اقل من كده بكتير، وغير كده ومستوى الانفاق فعلا بيبقى اكتر من كده بكتير، انت بتصرف اكتر من كده بكتير. يعني اي حاجه النهارده حضرتك خش عند مشاهدينا الكرام، نكتفي بهذا القدر من اراء المواطنين، واعود مره اخرى هنا في الاستوديو للدكتور عبد الخالق. مرحبا بكم جديد دكتور عبد الخالق. دكتور عبد الخالق، يعني يمكن ابرز ما لفت نظري في هذا التقرير والاراء هي مساله يعني التي تحدثت انت عنها، دخول الظل. يعني هم يتحدثون عن
يعني مصاريف شهرية أكثر بكثير جدا مما صحيح. جاء في هذا التقرير. صحيح. صحيح. البعض يسميه يعني بركة الفلوس وإزاي الناس بتسير أمورها. أنت أطلقت عليها دخول الظل. إذا هل من الممكن أن نعتمد على ما جاء في هذا التقرير للجهاز؟ لا، هو دي جزء من مشكلة الأجهزة الرسمية في التعاطي مع سواء الأرقام والإحصائيات أو في التعامل مع العينة واستنباط المعلومات من أفراد العينة. جزء كبير من التحديات اللي بيواجهها الاقتصاد المصري هو ما يسمى الاقتصاد الموازي أو الاقتصاد غير الرسمي. جزء كبير من الاقتصاد المصري تقريبا يدخل في نطاق الاقتصاد الموازي أو الاقتصاد غير الرسمي، دخول متعددة بعضها مشروع وبعضها غير مشروع. يعني مثلا المدرسين عندنا لدينا حوالي 1,000,000 مدرس تقريبا، معظمهم لا يعتمدوا على المرتبات الرسمية التي يحصلون عليها من الحكومة، لكنهم جزء كبير من دخولهم على الدروس الخصوصية بالضبط، اللي احنا بنسميه السوق السوداء التعليمية. طب في جميع الأحوال دكتور عبد الخالق، هذا لا ينفي وجود المشكلة، وأيضا يعني يشكك في هذا التقرير، خاصة يعني إذا أخذنا في الاعتبار أيضا معدل البطالة، يعني طبقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 12.7% مقابل 12% من عام 2011. يعني هذه الأرقام لا يمكن تصدقها، خاصة مع صحيح. التقارير التي تأتي صحيح. التقارير الدولية التي صحيح. تأتي والتي تتحدث منذ زمن عن ربما ما يفوق 20% معدلات البطالة في مصر. مش بس التقارير الدولية، لأن التقارير الدولية بتاخد بياناتها من الجهات الرسمية. هو الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء منذ أكثر من 10 أو 12 سنة تقريبا بيتحفنا في موضوع البطالة تحديدا بنسب وأعداد غير صحيحة على الإطلاق. يعني نحن نتحدث الآن، وده بسبب البنية المنهجية اللي بتستخدم في اختيار العينة وفي الفترة المرجعية، ما يسمى الفترة المرجعية، وبتوع الإحصاء بيعرفوا هذا الكلام، وبالتالي بتظهر النتائج أقل كثيرا لاعتبارات بعضها بيبقى اعتبارات سياسية، مطلوب إظهار النتائج بأقل من حقيقتها إرضاء لطرف سياسي معين في الحكم، أو بسبب خطأ في أو اعتبارات وظيفية متعلقة بمن يتولى إدارة هذا الجهاز، وبالتالي حريص على أنه لا يصطدم مباشرة بالسلطة السياسية بإظهار فشل سياساتها. نحن نتحدث، وأنا شخصيا لي كتاب من سنة 2004 حول البطالة بين الحلول الجزئية والمخاطر المحتملة، وقدرت في سنة 2004 حجم البطالة وقت ما كان الجهاز بيتحدث عن 1.9 مليون عاطل، وصلت بنتائج إلى أنها حوالي 6 مليون. الآن نتحدث عن حوالي ما لا يقل عن 8 مليون شاب وفتاة، معظمهم تقريبا خريجي الجامعات المصرية ومؤهلات الفنية المتوسطة. وبالتالي بيانات الجهاز المركزي في هذا المجال الحقيقة محتاجة مراجعة كاملة، وده جزء من المطلوب إجراء إصلاحات هيكلية داخل الجهاز بحيث يصبح جهاز محايد. بس إذا أخذنا في الاعتبار يعني التقرير وما أورده عن تدني المستويات المعيشية للأسر المصرية، وأن 95% من الأسر المصرية في مستويات متدنية، لا يمكن أن نقول هذا الكلام وتدخل السلطة السياسية في ما أورده هذا التقرير. مسوح الدخل والإنفاق والاستهلاك الحقيقة بيتميز إلى حد كبير بدرجة من درجات المعقولية، مختلف عن الدراسات بالعينة المتعلقة بالتشغيل والتوظف والبطالة، لأنه هنا العينة كبيرة إلى حد كبير وتشمل قطاعات واسعة من الجمهورية. طب لماذا دكتور عبد الخالق، يعني هل في هذه النقطة تحديدا نقول أن هناك أخطاء منهجية يعتمدها المركز، لذلك تخرج البيانات يعني كما تقول أنت من وجهة نظرك بيانات متضاربة فيما يخص هذه المعدلات؟ في معدلات البطالة. البطالة وأيضا يعني إذا تحدثنا عن المستويات المتدنية للأسر نجدها كبيرة جدا. يعني على سبيل المثال لو أخذت الفترة المرجعية، إنه الأسئلة اللي بتوجه للشباب أو أفراد العينة، لو قالوا أنت اشتغلت في الشهر الماضي يوم واحد، اليوم الواحد يعتبر كأنه مش في حال البطالة، كأنه في حال التشغيل. لو قلنا أسبوع بتفرق النتائج، لانه من يوم واحد لاسبوع في الثلاث شهور الاخيره اشتغلت كم. يعني الفتره المرجعيه عنصر مهم جدا، في عناصر في عمليات استيفاء البيانات من العينه بتدي نتائج مختلفه تماما. ده حاجه. الحاجه الثانيه، حتى فيما يتعلق بمتوسطات الدخول في مصر، هناك ضروره لاعاده النظر في الاساس المنهجي لمسوح
التعبئه العامه والاحصاء على سبيل المثال، نحن لدينا مثلا حصر بكل رجال الاعمال في مصر، لدينا 2000 شخص تقريبا بالانشطه بتاعتهم بشركاتهم بيستحوذوا وحدهم على حوالي 24% من الدخل القومي. هل هناك دراسه للتعبئه العامه والاحصاء؟ ودي مهم جدا، اي المسوح اللي بتقوم على اساس اجتماعي مش على اساس جغرافي، على اساس طبقي واجتماعي لحصر هذه الفئات. على سبيل المثال نحن لدينا حوالي 800 رجل بنكير او مصرفي يحصلون وحدهم شهريا على حوالي 350 مليون جنيه في صوره اجور ومرتبات ومكافئات. طب هناك يعني ايضا بعض الشيء ربما يكون متقارب لما تقول في يعني في هذا التقرير، وهي ان 4% تقريبا من الاسر المصريه فقط تعيش في مستويات مرتفعه. ده هذا الكلام ايضا يحتاج الى مراجعه. يعني على سبيل المثال نحن لدينا ايضا حاصل فيما يتعلق بمشتريات المصريين من المنتجعات السكنيه والإسكان الفاخر من سنة 80 لغاية 2011، المصريين أنفقوا على الفيلات والقصور والشاليهات والشقق مليون في أكثر 415 مليار جنيه، 415 مليار جنيه. هذه طاقة مالية موجودة لدى المصريين، لكن بسبب غياب سياسات للتنمية تجذب جزء كبير من هذه المدخرات والفوائد المتاحة للمصريين في إطار تنمية صناعية وتنمية زراعية، تتجه معظم وبصفة خاصة مع الإلحاح الإعلاني المستمر في وسائل الإعلام، في التلفزيون، في الجرائد والصحف اليومية، نكتشف يوميا في إلحاح مستمر على دفع المصريين لهذا النوع من الاستحواذ العقاري. غياب رؤية كلية تجاه سياسات اقتصادية ذات طبيعة تنموية تجذب جزء من هذه المدخرات والفوائد لصالح أنشطة تنموية، ده جزء من المشكلة اللي بيعاني منها الاقتصاد المصري. مش ندرة الموارد، لا، هو سوء استخدام لهذه الموارد المتاحه للمصريين. مظبوط. طيب دكتور عبد الخالق، يعني دعني انتقل معك سريعا ومباشره الى الموازنه العامه للدوله. يعني هل اطلعت على هذا المشروع؟ وبعد يعني هذا التقرير من الجهاز، هل تفادت الموازنه العامه الجديده ما جاء في هذا التقرير، خصوصا يعني المخصصات للدعم، المخصصات للايرادات؟ للاسف ما زالت نفس المدركات ونفس طريقه وضع سياسات الإنفاق أو الجزء المتعلق بالحصيلة الضريبية أو الإيرادات الحكومية ما زالت على حال ما قبل ثورة 25 يناير. على سبيل المثال الجزء الخاص بالإنفاق على الدعم، نفقات الدعم في المخصص هذا العام حوالي 2205 أو 207 مليار جنيه، مقارنة بالعام الماضي كانوا بيتحدثوا عن 197 تقريبا مليار جنيه، وبالتالي هناك زيادة في هذا النوع من المخصص المالي. صحيح أنه جزء من هذا المخصص المالي غير حقيقي، هو افتراضي منذ عام 2005-2006، وده موضوع آخر ممكن نتحدث فيه فيما بعد، لكن نمط تخصيص الموارد على حاله. الأجور والمرتبات العام الماضي كانت 136 مليار، السنة دي حوالي 172 مليار كما ورد، برغم ان احنا طالبنا عدة مرات بانه اعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة مرة اخرى، واعادة ضبط الانفاق فيما يتعلق بابواب الانفاق المختلفة، سواء الباب الاول الاجور والمرتبات او الباب الثاني نفقات تشغيل الجهاز الحكومي اللي هي برضو زادت عن السنة الماضية، او فيما يتعلق بنمط الاستثمار الحكومي. كل هذه الطريقة في وضع المخصصات المالية الحقيقة لا تختلف تماما عن السنين الماضية. من شأن إعادة النظر في هيكلة السياسة المالية وإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة في القلب منها، من شأنه أنه يوفر جزء كبير من الموارد، وأنه نفس المخصص المالي بتاع السنة اللي فاتت لو جرى إعادة توزيعه بصورة أكثر كفاءة وعدالة، زي مثلا تطبيق برنامج الحد الأدنى والحد الأقصى بصورة صارمة، من شأنه أنه يحقق الغرض الاجتماعي منه، وفي نفس الوقت يخفف الأعباء على الموازنة العامة للدولة من خلال زيادة المخصصات المالية. لكن في النهاية دكتور عبد الخالق بنجد يعني في الموازنة الجديدة زيادة بصفة يعني زيادة واضحة فيما يخص الدعم، فيما يخص مخصصات الأجور، هل هذا يعني أن هناك التزام من جانب الدولة لهذه الطبقات؟ هي في محاولة للاسترضاء
لكن هذا الاسترضاء وده كان بيحصل من سنة 87 بالمناسبة. يعني مبارك لما قرر العلاوة الخاصة 20% وال 15% كل سنة وكذا، كان محاولة لاسترضاء فئات معينة وبصفة خاصة كاسبي الأجور والمرتبات العاملين في الحكومة مش في القطاع الخاص، لأنه المخصصات المالية دي الخاصة بالأجور والمرتبات مش هتنعكس إلا سلبا على الأسواق دي من ناحية، لأنه ما فيش آلية لضبط الأسواق. أي كلام حوالين زيادة الأجور والمرتبات للعاملين في الحكومة أو حتى للقطاع الخاص دون أن تمتلك الدولة أدوات للسيطرة وتفكيك الاحتكارات والسيطرة على الأسواق ومعدلات التضخم، هتبقى بلاعة بتبلع أي زيادة في الدخول، بل على العكس مستويات المعيشة المستمرة لكسب الأجور والمرتبات هتنخفض مش هتتحسن. وبالتالي النمط ده من السياسة والنمط ده في إدارة الشأن المالي أنا أظن أنه ضرره أكتر من فايدته، ليس بزيادة المخصص المالي لكن بإعادة هيكلة المخصص المالي من ناحية، يعني وقف حالة المكافآت المهولة اللي بيحصل عليها كبار القيادات في أجهزة الدولة. فيما يخص الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور واحد، حتى يكون هناك يعني مفهوم واضح كيف سيكون تطبيق هذا الحد، يعني في تطبيق، ولذلك الكلام اللي دار حوالين تطبيق الحد الأدنى والحد الأقصى على مدار السنتين الأخيرتين لم يكن موضوعيا. المجلس الأعلى للقوات المسلحة طلع مرسوم بقانون 242 لسنة 2011 قال فيه إنه يبقى الحد الأدنى والحد الأقصى 1-35 في كل مؤسسات الدولة، ومع ذلك ما طبقوهوش. وبعد كده مشروع قانون قريبا يتقدم به حزب الحرية والعدالة وحزب الوسط وكذا، وقلت من اللحظة الأولى وهنا عندكم في الجزيرة مباشر مصر إنه هذا الكلام عبث لن يطبق. ليه لن يطبق؟ لأنه ده بناء نظام للأجور والمرتبات ده له أساس علمي، ليس بمجرد ابتزاز الرأي العام أو محاولة استرضائه بأنه طرح مشروع قانون. ما لم يكن هذا المشروع قايم على أساس علمي بيقول أنه الحد الأدنى إزاي هيتم التدرج المالي لكل الوظائف، اتنين هيتم تمويله إزاي، هنلاقي نفسنا مرة تانية بنحذف القانون لدى وزارة المالية وفي نهاية وزارة المالية تقول هموله منين ما عنديش تمويل. ده في ارتباطه أيضا بموضوع الأسواق، ما لم يكن هناك باكج حزمة سياسات متكاملة بتساند بعضها البعض فيما يتعلق بتحسين مستويات كاسيب الأجور والمرتبات من ناحية وضبط الأسواق من ناحية تانية، كل مليم هيزداد في دخول كاسيب الأجور والمرتبات هيبقى ضعف الزيادات في الأسعار، وبالتالي قدرته الشرائية على شراء نفس السلع اللي كان بيشتريها السنة اللي فاتت بتقل. وبالتالي ده شكل من أشكال، آسف في اللفظ، نوع من الترقيع في توب المفروض بقى مهلهل ويحتاج إعادة نظر كاملة فيما يتعلق بنظام عادل ومتوازن للأجور والمرتبات. طيب ماذا ما يعني الذي ينقصنا الآن دكتور عبد الخالق؟ يعني فيما يخص التشريعات بيتم تقديمها لمجلس الشورى، أتحدث هنا تحديدا عن مسألة الأجور الحد الأدنى والحد الأقصى، أيضا فيما يخص المخصصات المالية في الموازنة يتم رفعها من جانب الدولة. ما الذي يعني ينقص الآن الدولة حتى يكون هناك ربط ما بين التشريعات وبين المخصصات المالية الجديدة حتى تنعكس على المواطن؟ واحد، ينقصنا أولا إرادة سياسية جادة في مسألة تطبيق الحد الأقصى للأجور، لأنه الحد الأقصى للأجور في الجهاز الحكومي من شأنه أنه يوفر لنا مبالغ ضخمة جدا لا تقل عن حوالي 15-20 مليار جنيه، خاصة لو ضمينا إليها الهيئات الاقتصادية والبنوك الحكومية. اثنين، أنه مجموعة من الخبراء تجلس في غرف مغلقة لعدة أسابيع لوضع الجدول التدرج المالي المتعلق بالوظائف الحكومية وكيفية تمويلها من أدنى الدرجات الوظيفية الدرجة السادسة اللي هي الخدمات المعاونة حتى الوزير. وبالتالي هذا التدرج المالي هيحدد بوضوح، واحنا عندنا الاعداد لكل مجموعه وظيفيه، عندنا كام في القيادات الاداريه حوالي 10,000 تقريبا، عندنا كام بالنسبه للوظائف الوسطى عندنا 2 مليون وشويه، يعني عارفين بالدرجات الماليه قد ايه موجودين، وبالتالي نقدر نحدد بوضوح التكاليف الماليه لنظام جيد للاجور والمرتبات. ثلاثه، وقف حاله السيرك الاجور والمرتبات الخاص بما يسمى الاجور المتغيره والاجر الثابت. احنا عندنا الاجر الثابت يبقى بين الاجر الاساسي يبقى 500 جنيه وبياخد جنبها 4-5000 جنيه اجور متغيره، والاختلاف ايضا بين الوظائف وبين المؤسسات الحكوميه المختلفه وكيف سيكون ذلك. ده عنصر مهم، احنا عندنا 1.3 مليون بيشتغلوا في الجهاز الاداري في العاصمه ومنهم حوالي 800 الف في وزاره الداخليه بيحصلوا لوحدهم على 41% من فاتوره الاجور والمرتبات، بينما 3.5 مليون موظف بيشتغلوا في المحليات وفي المحافظات بيحصلوا على 46%. ده عبث،
ده ملوش اي لا اساس قانوني ولا اساس دستوري. اصحاب المراكز القانونيه المتساويه لابد ان يحصلوا على اجور. نحتاج اكثر لمزيد من الهيكله يعني في قطاع الاجور وايضا مزيد من الشفافيه. اشكرك شكرا جزيلا. كان معي دكتور عبد الخالق فاروق مدير مركز انيل الدراسات المستقبليه. شكرا جزيلا. شكرا مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونتابع معكم جوله الاخبار، فابقوا معنا.